الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، خطبتنا اليوم وقفات مع حياة حافلة لحبر من أحبار هذه الأمة العابدين، ورجل من أفاضل أصحاب محمد الزاهدين، ألا وهو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. قيل إنه كان خامس رجل في الإسلام. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كان أبو ذر رجلا طويلا جسيما شجاعا إماما في العلم والعمل، قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، صادعا بالحق على حدة فيه، رضي الله عنه. عاش أبو ذر قبل الإسلام حياة جاهلية، كان فذا شجاعا. نقل ابن سعد في الطبقات أن أبا ذر كان قويا يغير على القبيلة وحده وينصب الطريق، فيغار على القافلة الكاملة وحده فيسلب ما عنده، ويهجم على الحي من الناس كالسبع يأخذ ما عنده. وكانت حياته حافلة بالشجاعة والصرامة، وكان مع جاهليته ينكر عبادة الأوثان ويتأله لله وحده ويتعبد بالتوحيد، حتى إذا بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم بدين الحق والهدى، بعث أبو ذر أخاه أنيساً، عند أخوه اسم أنيس، قال له: إني أكفيك ما وراءك فأتني بالخبر من مكة. فذهب أنيس إلى مكة، وكان أنيساً عالماً بشعر العرب، فلما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقص الخبر، فعاد إلى أبي ذر قال: يا أبا ذر، إن هذا لهو نبي الأمة، وما يقوله محمد ليس من كلام الشعراء، فإني خبير بالشعر، ولقد عرضت كلامه على ما يقول الشعراء فرأيته لا يتألف مع شيء منه. قال أبو ذر: إذن أكفيني ما ورائي لعلي أتقص الخبر. فأخذ أبو ذر رضي الله عنه عصاه، وأخذ قربة من ماء، ثم انطلق على رجليه حتى أتى مكة. فدخل في الحرم فمكث فيها 30 يوما، ليس له زاد إلا زمزم، هي طعامه وشرابه. قال: ولا أريد أن أسأل عنه أحدا
منهم فيصيبني ما يصيبني. قال فتضعفت رجلا منهم، استفرد بواحد وشافه ضعيف، قال له أينما تسمونه الصابي؟ قال فنظر إلي الرجل فقال الصابي الصابي، وهيج فيه أهل الوادي. قال فقام علي أهل الوادي من أهل مكة بكل مدرة وعظم، فضربوني حتى ما أعي، ضربوا لحد ما بقى ما واعي في شنو ذاته ما عارف. قال فقمت من مكاني كأني نصب أحمر من الدم الذي عليه. قال فلما أفقت قال سألني رجل من أنت؟ فقلت أنا رجل من غفار. قال حتى إذا كان قريش في ليلة ذات أضحيان، يعني ليلة مقمرة في القمر، وانشغلوا في سمرهم، قال فإذا امرأتان تطوفان بالبيت وأنا مختبئ بأستار الكعبة. قال فجعلتا تطوفان بالبيت وتدعوان إسافا ونائلا، وإساف ونائلا صنمين من أصنام قريش، وأصلا هم كانوا رجل وامرأة من جرهم، فزنيا في البيت، ربنا مسخهم حجرين، عبدوهم قريش صنمين في الكعبة. فلما رأى ذلك أبو ذر قال للمرأتين وهما تطوفان بالبيت زوجوا أحدهما للآخر، قال لهم زوجوا إساف لنائلة. قال هن كهن الخشبة ولكني لا أكني، المهم عبلهم الآلهة ابدعتهم. قال فانطلقت المرأتان تولولان فخرجتا من البيت، فلقيهما أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال ما خطبكما؟ قالتا رجل الصابي في أستار الكعبة. فقالا لهما ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني الإساءة لإساف ونائلة، قال لنا كلمة تملأ الفم. فذهب أبو بكر ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فأخرجاه من تحت أستار الكعبة. قال له من أين أنت؟ قال رجل من غفار. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، لأن غفار كانت تقطع الطريق على الحجاج وتسرق الحجيج وكان فيهم شر. قال أبو ذر فكأني شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أني من غفار. قال فحييته بتحية الإسلام، وأنا أول قال من حيى بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فكان أول من حيى بتحية الإسلام. قال فأخبرني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا أبا ذر اكتم عنا وارجع إلى أهلك حتى إذا بلغك ظهورنا، يعني إعلان الإسلام، فاقبل إلينا. قال فقلت يا رسول الله، وطبعا هو ذو الشجاع، قال والله يا رسول الله لأصرخن بها بين أظهرهم. قال لنا بعلن بلا إله إلا الله دي قدام الناس. فخرج من مكانه إلى مجالس قريش حول الكعبة فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال فاجتمعوا علي قالوا اضربوا الصابي، فضربوني حتى ما أعي شيئا.
اجتمعوا على كلهم يضربوا فيه. وفي رواية قال: فجاء العباس فأكب علي، يعني العباس جاء وانقض من فوق له عشان ما يضربوه. قال: يا معشر قريش، تضربون رجلا من غفار وهي طريقكم إلى تجارتكم؟ قال: فانفضوا عني. فذهبت فعدت من قابلة اليوم الثاني طوالي. قال: فصرخت بها كصرخة الأولى فضربوني كما ضربوني. قال: فجئت الثالثة فصرخت بها كصرخة اليوم الأول والثاني وأنقذني العباس. فانطلق أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى أهله فلقي أخاه أنيسا. قال: يا أنيس، إن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أسلمت فأسلم. فأسلم أخوه أنيس. ثم انطلقا إلى أمهما فأسلمت أمهم. قال: وأسلم نصف غفار، نص القبيلة أسلمت. ولم يتعلم أبو ذر إلا لا إله إلا الله. شوفوا هذه البركة التي جعلها الله تعالى في قلب هذا الرجل الصالح رضي الله عنه. أسلمت نصف غفار، وقال النصف الآخر: إذا هاجر محمد إلى المدينة أسلمنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم النصف الآخر من غفار. وجاءت جارتهم قبيلة أسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا قد أسلمنا على ما أسلم عليه جيراننا من غفار. فأسلمت قبيلة أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هاجر أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، وفاتته غزوة بدر فلم يشهدها، ولكنه كان حامل لواء المسلمين من قبيلة غفار في يوم حنين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وكانت معركة صعبة في شدة الحر وطول السفر، وأكثر الناس لم يكن لهم دابة يركبون عليها، فكان أبو ذر على جمل له، ولكن بعيره في الطريق لم يواصل السير وبرك. وكان في تلك الغزوة المنافقون يتأخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلفون، فالصحابة كل مرة يقولوا: تخلف فلان يا رسول الله، تخلف فلان يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن يكن فيه خيرا يلحق بنا، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قالوا: تخلف أبو ذر يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نظر ناظر فقال: هناك رجل يمشي. أبو ذر لما تخلف البعير بتاعه وأبى السير ترك البعير وحمل متاعه على ظهره وتبع الجيش برجليه في صحراء قاحلة، جاء يمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: كن أبا ذر. فلما أقبل فإذا هو أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو ذر زاهدا في الدنيا زهدا لا يطيقه أحد، حتى إنه بلغ مرحلة في الزهد أنه لا يبيت عنده مال ليلة واحدة. وكان في الشام، فبعث إليه معاوية رضي الله عنه بألف دينار. لاحظ، ألف دينار من الذهب، دي قروش الآن السرية البلد ما عندهم. فلما أصبح الصباح أرسل معاوية أحد الفقراء إلى أبي ذر ليسأله شيئا، فقال له أبو ذر: ليس عندي شيء، ولكن إذا جاءني شيء أعطيك.
الصباح لقاه ما في كله. وهذا منهج لأبي ذر، وكان رأيا له شديدا، ده ما في زول بيتحمله. وكان يعيب على الأمراء ويعيب على أصحاب المال، ويتلو عليهم قوله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قول لهم ما تلموا قروش، مع إنه ما حرام يا أخوان، إنه الإنسان يجمع المال لكن يؤدي الزكاة. أبو ذر رضي الله عنه رأيه ما يجمع كل المال، ينفق في سبيل الله مباشرة. فشق ذلك على الناس في الشام، فأرسل معاوية، وكان والي عثمان على الشام، أرسل إلى عثمان رضي الله عنه قال له: أرسل إلى أبي ذر يأتيك في المدينة. نحن قال له المعمل أبو ذر ده ما نقدر عليه، رسل لي خليه يجيك هناك. فأرسل إليه، فجاء أبو ذر إلى عثمان، فلما دخل عليه قال: أتظنني من الخوارج؟ قال لي: أنت ظانين أنا من الخوارج؟ فحسر عن رأسه، لأن الخوارج زمان كان بيحلقوا صلعة، فحسر عن رأسه فإذا هو موفور الشعر. قال: إني لست من الخوارج. قال: أنا أعلم يا أبا ذر، أنت ما من الخوارج أنا أعرف، ولكني أريدك قربي في المدينة. وطبعا في روايات كثيرة جدا بيجيبوها لك، الناس اللي بيطعنوا في الصحابة وبيسيئوا لهم يقول لك: عثمان طرد أبا ذر من المدينة ونفاه إلى الربدة، وده كله كلام باطل. عثمان قال له: أنا دايرك معاي في المدينة. قال أبو ذر: لا حاجة لي بدنياكم، دنيا لي ما دايرة، إذن لي يا أمير المؤمنين أن أنطلق إلى الربدة. الربدة دي منطقة كواحة بين مكة والمدينة، منطقة طيبة وفيها ماء. قال: لا أنا دايرة أعيش براي، خليني أرحل كويس. فأذن له عثمان رضي الله عنه وزوده بطعام وبمال، وزوده براحلتين، وزوده بغلامين يخدمانه. فانطلق أبو ذر فعاش في منطقة الربدة، وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا بلغ البناء سلعا، سلع ده جبل في المدينة، قال: المدينة دي لو توسعت لحد ما وصلت جبل سلع أمرك منها، أنت ما بتقدر تعاشر الناس، لأن أبو ذر زهده صعب ما في حد بيقدر عليه. قال له: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. فخرج أبو ذر إلى منطقة الربدة وعاش فيها لحد سنة 32 هجرية. مات أبو ذر رضي الله عنه وحده في ذلك المكان، فقال لزوجته: أنا إذا ما مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على قارعة الطريق، ولعل أصحاب محمد أن يمرون علي فيقبروني. فلما دفن، فلما مات، صنعت زوجته ما قال وخطته في قارعة الطريق، فمر وفد على جنازة أبي ذر وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما وجدوه قالوا: هذا أبو ذر. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصحابة ودفنوه في ذلك المكان رضي الله عنه وأرضاه. كانت حياته حافلة بالعلم وبالزهد وبالجهاد في سبيل الله، كان رجلا تقيا مثالا للعلم ومثالا للطاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا على الإسلام، والحقنا يا ربنا يوم القيامة بأصحاب محمد البرر الكرام والنبيين والصالحين، إنك جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.